مصرية حدوتة مصرية حدوتة مصرية. مشاهدينا الكرام، مساء الخير واهلا بكم وحلقه جديده من حدوته مصريه، نشاهد ونطالع فيها ونناقش مجموعه من القضايا والحوارات. يسعدني ان يشاركني فيها الزميل محمود شرف. مساء الخير محمود. اهلا بك يا فاطمه، واهلا بالساده المشاهدين وحلقه جديده من حدوته مصريه. نبقى مع حضراتكم ان شاء الله لمده 3 ساعات تقريبا في حلقتنا النهارده، عده فقرات متنوعه، بالتحديد 4 فقرات. هتبقى الفقره الاولى فيها مع زميلتي فاطمه السردي، وحوار ان شاء الله يكون ممتع وشيق مع الاديب والكاتب الدكتور عمار علي حسن، الذي صدرت سيرته الذاتية مؤخرا بعنوان مكان وسط الزحام. دكتور عمار علي حسن واحد من الأصوات المهمة جدا في مجال الإبداع على صعيد الإبداع الروائي والقصصي، بالإضافة إلى إساماته البارزة في مجال الكتابات الفكرية والنقدية أيضا. ففقرتنا الأولى إن شاء الله هتبقى مع دكتور عمار علي حسن، واحتفاء بصدور مذكراته أخيرا. الفقرة الثانية مشاهدينا الكرام ننتقل بها إلى الأدب الأسباني وشكل قديم للرواية الأسبانية، وهو أدب الصعاليق. حياة لاثاريو دي تورمس تصنف على أنها من أدب صعاليق الأسبان. بنناقش فيها ضيفنا دكتور خالد سالم أستاذ الأدب الأسباني عن هذه الكتابة، هذا النوع من الكتابة الذي ظهر في أسبانيا وانتشر في أوروبا لفترة من الزمن. نتحدث عن ظروف نشأة هذا الأدب وشكله ومميزاته وصفاته، خاصة أن هناك من يشير بأن هذا أدب الصعاليق مأخوذ أو متأثر بالأدب العربي. بفقرة ثرية جدا بنشوف فيها شكل مميز جدا وصورة مميزة للأدب العالمي. اما فقرتنا الثالثه في حلقتنا النهارده من حدوته مصريه فهتبقى مع لقاء مع الشاعره شيرين العدوي، اللي شهدت دورة 33 لمهرجان جرش في الاردن، حضورها ومشاركتها بالاضافه الى مشاركتها في الفتره الماضيه في عده مهرجانات عربيه، حيث اشتركت في مهرجان جرش، وايضا كانت هناك في المغرب في مهرجان شعري آخر. وبالتأكيد شيرين العدوي صوت من الأصوات المهمة في العالم الشعري في الفترة الراهنة في مصر، وليس فقط في مصر وإنما أيضا في العالم العربي. لقاء مع شيرين العدوي هيبقى في الفقرة الثالثة إن شاء الله في حلقتنا النهاردة من حدوتة مصرية. مشاهدينا الكرام، فقرتنا الرابعة والأخيرة حول مؤتمر الشباب السادس الذي انتهى منذ ساعات بين الرئيس السيسي ومجموعة من الشباب المصريين يمثلون فئات مختلفة، حول أهم الموضوعات التي طرحت: تطوير التعليم، استراتيجية الإنسان المصري وبناء الإنسان المصري، المستقبل وكيف نخطط له، دور الشباب، رؤية الشباب. هذه الموضوعات نناقشها في فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم. وبعد الفاصل ألقاكم مشاهدينا الكرام على خير.